من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. من جملة الابواب التي عقدها في كتاب الكافي الشريف باب ان الله عز وجل لم يعلم نبيه علما الا امره ان يعلمه امير المؤمنين، وانه كان شريكه في العلم. ان الله سبحانه وتعالى علم رسوله علوما جمة، وجميع ما علمه الله سبحانه وتعالى امره أن يعلمه أمير المؤمنين عليا، فكان الرسول الواسطة في تعليم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر بين في كثير من الروايات، سواء الروايات التي روتها الشيعة أو الروايات التي روتها غير الشيعة. قال رسول الله صلى الله عليه واله أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال صلى الله عليه واله أقضاكم علي. ومن المعلوم أن القضاء يستدعي العلم. وفي حديث شريف علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب يعني مليون باب من أبواب العلوم وهكذا أحاديث كثيرة في هذا الباب من هذا الكتاب الشريف وهو كتاب الكافي الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي ثلاث روايات بمعنى واحد رواية عن حمران ابن أعين ورواية عن زرارة ورواية عن محمد ابن مسلم الرواية الأولى عن الإمام الصادق والرواية الثانية والثالثة عن الإمام الباقر عليهما الصلاة والسلام خلاصة هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل بواسطة جبرائيل عليه السلام رمانتين من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يأكل إحدى الرمانتين كاملة وأمره أن يقسم الرمانة الثانية قسمين فأكل قسما منها وأعطى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قسما آخر. الرمانة الأولى كانت علامة النبوة والرمانة الثانية الرمانة الثانية كانت علامة العلم. أمير المؤمنين علي عليه السلام ليس نبيا، لذلك لم يكن له شيء في الرمانة الأولى، ولكن الرمانة الثانية العلم، أمير المؤمنين تعلم من رسول الله صلى الله عليه واله جميع علومه، لتوضيح هذه الأحاديث الشريفة نذكر بعض الأمور بشكل مختصر، أحيانا هناك امور معنويه لا يدركها الناس فاذا اريد بيان تلك الامور اليهم تستعمل الكنايات والمجازات لافهام هذه الامور اليهم الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يحده مكان وصفاته ليست كصفات المخلوقات. الناس لا يتمكنون من استيعاب هذه الحقائق، ولا يتمكنون من استيعاب صفات الله سبحانه وتعالى ولو بالمقدار الظاهري، الا بعد استعمال المجازات. الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. هذا مجاز، والآية من المتشابهات، وتفسرها آية أخرى ليس كمثله شيء، استواء الله على العرش ليس كاستواء الناس على عروشهم وعلى كراسيهم، بأن يكون جلوسا كجلوسنا، كلا، وإنما هو استواء بالمعنى المجازي. بمعنى سيطرة الله سبحانه وتعالى على الكون أجمع والسماوات مطويات بيمينه يعني تحت قدرته الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين رعايته مثلا لأنبيائه لرعايته لنوح يقول تجري بأعيننا ولتصنع على عيني في قضية موسى هذا اصطلاح مجازي لبيان رعاية الله سبحانه وتعالى لنوح لموسى لسائر الأنبياء يقول لما خلقت بيدي بالنسبة إلى آدم هذا اصطلاح مجازي عن القدرة لماذا كثرت المجازات في آيات صفات الله سبحانه وتعالى وبتعبير قرآني كثرت الآيات المتشابهة لإفهام صفات الله سبحانه وتعالى للناس، حتى الناس يعلمون حتى الناس يعلموا بأن الله سبحانه وتعالى قادر مسيطر على الأمور، فاستعمل استعملت الكلمات والاصطلاحات التي يستعملونها فيما بين انفسهم لكن اريد منها المعنى المجازي فهذه ايات متشابهه تفسرها ايات اخرى كقوله ليس كمثله شيء كقوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير الامور المعنويه والتي لا يدركها الناس ليش؟ لأنه لا يرتبطون بها في حياتهم اليومية، هذه إيضاحها للناس يحتاج إلى مجاز، إلى استعارة، إلى تشبيه المعقول بالمحسوس، المحسوس بالمعقول، لكي يلتفتوا شيئاً من هذه الحقيقة، حتى احنا حينما مثلاً نتكلم مع الأطفال الصغار نستعمل هذه المجازات الابن الصغير مثلا يسأل أباه ما هو طعم الرئاسة؟ أبوه يقول له طعم الرئاسة كطعم الحلوى مثلا، لماذا يشبه هذا التشبيه؟ لأنه هذا الطفل الصغير يلتفت اللذة في أكل الحلوى لكنه لا يلتفت اللذه في الرئاسه لدى اهل الدنيا مثلا، فيشبه بتشبيه يناسب عقله ليلتفت الى ذلك، وهذا اسلوب عقلائي، الله سبحانه وتعالى ايضا في القرآن والرسول في كلامه، هذه المجازات كثيره، ولعل الرمان في هذه الاحاديث شيء اخر شبه بالرمان تشبيها وليس الاكل لعله اكلا ماديا وانما تشبيه بالاكل فلذلك لعل هناك حقيقه لا ندركها لكن لكي ندركها لكي ندركها شبهت بالرمان وطريقه الإلقاء لا نعلمها لأن لا ليس لها نظير فيما بين المخلوقات الأخرى فالله سبحانه وتعالى هذه بطريقة خاصة ألقاها لرسوله وأمرها لإعطائه لأمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام شبهت بالأكل فيكون الرمان والأكل هنا تعبير مجازي هذا احتمال، الاحتمال الاخر انه لا يكون الرمان رمانا حقيقيا، والاكل اكل حقيقي، وان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك علامه، لان الله قد يجعل علائم، الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه واله نبيا. والله سبحانه وتعالى الهمه العلم الهاما. وامره بان يعلم ذلك العلم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. مع ان عليا عليه السلام ليس بنبي. فاراد ان يجعل لذلك علامه. العلامه شنو هي؟ العلامة هي رمان من الجنة. العلامة هي أكل ذلك الرمان. هذا أيضا احتمال. الاحتمال الآخر أن لا يكون لهذا الرمان تأثيرا. الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعمل وأن يصنع شيئا، تارة مباشرة وتارة بطرق مادية، وتارة بطرق معنوية. يعني الله سبحانه وتعالى أراد خلق آدم، خلقه مباشرة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. ولكن سائر الناس غير آدم وحواء وعيسى الله سبحانه وتعالى خلقهم عن طريق الابوين الله يخلق ولكن جعل في ذلك اسباب طبيعيه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله قادر على ان يخلق كل انسان كما خلق ادم لكن الحكمه والمصلحه اقتضت ان يخلق ادم مباشره وان يخلق ذريه ادم عن طريق الأمهات وعن طريق الآباء باستثناء عيسى الذي خلقه من أم من غير أب. تارة الله سبحانه وتعالى يجعل السبب مادي، وتارة يجعل السبب معنويا. زين الله سبحانه وتعالى يريد نبوة محمد، تقوية هذه النبوة. لانها الهام وفيض مستمر من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يريد الهام محمد صلى الله عليه واله العلم، تارة بطريق مباشر، الله يوحي، تارة عن طريق جبرائيل، وتارة عن طريق مادي، ولعل رمان الجنة له هذه الخصوصية. الله سبحانه وتعالى انزل رمان الجنه وجعل فيه ان من ياكله مثلا هذا الرمان الخاص يتعلم كل العلوم هذه طريقه خاصه جعلها الله سبحانه وتعالى لرسوله ولامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الرمان فيها تقويه جانب النبوه لأن الرسول صلى الله عليه واله يحتاج إلى استمرار الفيض. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يحتاج إلى إنزال السكينة. كل لحظة من اللحظات الرسول صلى الله عليه واله يحتاج إلى الفيض الإلهي. فإذا هذه الأحاديث وأسانيدها وأسانيدها معتبرة وهي موجودة في كتاب معتبر كالكافي هذه لا وجه في الاستغراب منها، لان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هسه احنا الحديث الاول نقراه وبقيه الاحاديث كذلك نصوصها متقاربه جدا. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان جبرائيل اتى رسول الله صلى الله عليه واله برمانتين. فاكل رسول الله صلى الله عليه واله احداهما وكسر الاخرى بنصفين. فأكل نصفا وأطعم عليا نصفا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله يا أخي هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال لا أمير المؤمنين كان مسلما لرسول الله صلى الله عليه واله الرسول قال له كل أكل الرسول قال أتدري؟ قال لا أدري قال: اما الاولى فالنبوه ليس لك فيها نصيب، واما الاخرى فالعلم انت شريكي فيه، النبوه ختمت بمحمد صلى الله عليه واله، الرسول صلى الله عليه واله ماذا يقول لامير المؤمنين؟ انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. هارون شنو منازل من موسى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هذه المنازل التي كانت له هارون ومنها منزلة النبوة الله سبحانه وتعالى جعل هارون نبيا أيضا هذه المنازل باستثناء النبوه كانت لامير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه واله، فهو خليفه رسول الله صلى الله عليه واله، وهو الذي يصلح امر المسلمين، فلذا قتاله للناكثين والقاسطين والمارقين كان اصلاحا لامر المسلمين، ولم يتبع سبيل المفسدين في طيله حياته، والقوم استضعفوه وكادوا ان يقتلوه فلذا في يوم السقيفه امير المؤمنين اشار الى قبر الرسول صلى الله عليه واله وتلا هذه الايه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني البعض يقول امير المؤمنين كان شجاعا فكيف كادوا ان يقتلوه؟ صحيح امير المؤمنين شجاع وشجاعه خارقه له لكن هو بشر ايضا إذا آلاف مؤلفة حاصروا انسان وهو ولو هو أشجع الشجعان يقتل في غزوة أحد أمير المؤمنين أصيب في جسده بتسعين جراحة وإذا الحرب كانت تستمر لساعات كان يقتل في يوم صفين حينما خرجوا على أمير المؤمنين لماذا أمير المؤمنين أوقف الحرب مع أن جيشه بقيادة مالك الأشتر كان قريب فسطاط معاوية تباشير النصر قد ظهرت لماذا أمير المؤمنين أوقف القتال؟ لأن عشرين ألف واحد خرجوا على أمير المؤمنين وجردوا سيوفهم إما أن توقف الحرب وإما نقتلك فأمير المؤمنين أرسل إلى مالك أن ارجع فأن ترجع وامامك حي احسن اليك من ان ترجع وامامك قتيل. الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ايضا شجاع وهذا الشبل من ذلك الاسد لكن في يوم عاشوراء قتل لماذا؟ لان كان وحده والمقابل عشرات الالوف من الناس. فقاتلهم وقتل الكثير منهم ولكن الجراحات اثرت الى ان قتل. فلذلك أمير المؤمنين كهارون وهارون نبي كان وهارون لم يكن جبانا ولا ضعيفا لكن حينما بنو إسرائيل انقلبوا على التوحيد استضعفوا هارون وكادوا أن يقتلوه فلذا رأى من المصلحة أن يسكت خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي مع ان بني اسرائيل عبدوا العجل ان ترك التوحيد صراحه وجهرا وعلانيه لكن جواب هارون ماذا كان خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي وامير المؤمنين في يوم السقيفه لو كان يجرد سيفه كان يقتل وكان يصير شق في المسلمين وكان المشركون يأتون ويستأصلوا الاسلام من جذره من اساسه، خلاص كان ينتهي كل شيء. فعلى كل حال من جمله الامور التي كانت لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام العلم. جميع العلوم التي علمها الله رسوله صلى الله عليه واله امر بأن يعلمها امير المؤمنين. عليا عليه الصلاه والسلام، ومن المعلوم ان العلم هو من اهم اسباب التفضيل مضافا الى التقوى، فاذا كان امير المؤمنين اعلم بالادله التي ذكرناها، وهو اتقى لانه لم يسجد لصنم قط ولم يعترض على رسول الله صلى الله عليه واله في شيء، فكيف يكون غيره افضل منه؟ الشخص الذي افنى عمره في عباده الاصنام ثم اسلم ولم يكن له علم امير المؤمنين، كيف يكون افضل منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا باب من الابواب. الباب الآخر أيضا من كتاب الكافي الشريف باب جهات علوم الأئمة الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي الحسن الأول موسى يعني الإمام الكاظم قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث فأما الماضي فمفسر وأما الغابر فمزبور وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. الإمام الكاظم يبين أن علوم الأئمة لها نهاية. العلم الذي لا نهاية له هو علم الله سبحانه وتعالى، لأن علم الله هو عين ذات الله وذات الله ليست بمحدودة، فعلمه ليس بمحدود. ولكن ما سوى الله كل عالم ما سوى الله من الانبياء والائمه والملائكه وغيرهم هؤلاء علومهم محدوده ولكن ما هي حدودها؟ الامام الكاظم يقول علومنا لها ثلاثه جهات العلم الذي يتعلق بالماضي والعلم الذي يتعلق بالمستقبل والعلم الحادث اما العلم الذي يتعلق بالماضي فهذا فمفسر لهم يعني ما كان من يوم ان خلق الله الكون الى اليوم الذي الامام يتكلم بهذا الكلام كل ما مضى هذا كل ما مضى الله سبحانه وتعالى من احداث وقضايا علمها رسوله محمدا صلى الله عليه واله ورسول الله محمد علمها امير المؤمنين عليا ومنه انتقلت الى الائمه فعلم ما كان فسره رسول الله لهم من اين كان علم الرسول صلى الله عليه واله؟ من الله، هذا العلم الماضي وهو مفسر يعني مبين ويدخل في علم الماضي علمهم بالشريعة لأن الله علم رسوله هذا العلم والرسول علم أمير المؤمنين ذلك العلم الجهة الثانية من علومهم العلم الغابر كلمة غابر من ألفاظ الأضداد، تستعمل في الماضي، ويستعمل في المستقبل. الماضي يقال له غابر، والمستقبل أيضاً يقال له غابر، هنا يراد به العلم المستقبلي. ما يكون من زمان الرسول إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. هذه قضايا كثيرة ستحدث فيها وعلوم كثيرة ستخترع فيها هذا علم المستقبل الإمام يقول فمزبور مزبور يعني مكتوب الزبور يعني الكتب الزبور أيضا سمي زبور كتاب داود لأنه مكتوب أما العلم المستقبلي وهي وهو الجهة الثانية من جهات علومهم فمزبور يعني مكتوب. أين مكتوب؟ ذكرنا فيما مضى في مصحف فاطمة سلام الله عليها وتلونا الروايات التي تدل أن فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه واله انتابها حزن شديد فالله سبحانه وتعالى أرسل ملكاً يحدثها وفاطمة أفضل من مريم مريم عليه السلام كانت الملائكة تحدثها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وفاطمة سلام الله عليه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي أفضل من مريم سلام الله عليهما فالله أرسل ملكا ليحدثها ماذا كان يحدثها؟ كان يحدثها بالأخبار المستقبلية وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يكتب ذلك. جميع ما يكون مكتوب وهذا المكتوب مصحف فاطمه يعني صحف اوراق هذه موجوده عند الائمه عليهم الصلاه والسلام. الجهه الثالثه من جهات علومهم علم حادث وقد ذكرنا فيما مضى ان هذا العلم الحادث لا يرتبط بعلم ما كان. ولا يرتبط بعلم ما يكون وإنما التقديرات التي ينشئها الله سبحانه وتعالى إن شاء التقديرات البدائية البدائية وأيضا العلوم التي ترتبط بزيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى الرسول الأئمة يعرفون الله سبحانه وتعالى ولكن الله غير محدود فمعرفته أيضا لا نهاية لها، والله سبحانه وتعالى باستمرار يزيدهم معرفة به. هذا العلم الحادث، العلم في التقديرات الجديدة وزيادة المعرفة، هذا كيف يحصل؟ فقذف في القلوب، يعني بالالهام، ونقر في الاسماع، يعني بتحديث الملك، اما الله سبحانه وتعالى يلهمهم الهاما، أو يامر ملكا يحدثهم في اسماعهم وهذا افضل العلم لماذا لان علم الماضي يرتبط بالتاريخ ويرتبط باحكام الشريعه علم المستقبل ايضا يرتبط بالاحداث التي ستقع والعلوم التي ستخترع لكن العلم الحادث هذا يتضمن معرفه الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله هي أفضل أنواع المعرفة وهو أفضل علمنا بعدين الإمام يبين أنه إحنا نعلم ما كان ونعلم ما, ما يكون وأيضا لنا العلوم الحادثة نقر في الأسماع وقذف في القلوب لكن هذا مو معنى النبوة ولا نبي بعد نبينا لا تتصور أنه نبي الله سبحانه وتعالى يلهم غير الأنبياء أيضا وأوحينا إلى أم موسى أم موسى لم تكن نبيا لكن الله أوحى لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخر الآية في سورة القصص فالله سبحانه وتعالى إذا أوحى إلى أم موسى وهي لم تكن نبيا فالله يلهم الأئمة وهم ليسوا أنبياء الملائكة حدثت مريم ولم تكن نبيا. فالملائكة تحدث الأئمة عليهم الصلاة والسلام وليسوا أنبياء. هذا تأكيد على أنه واحد لا يغلو فيهم ويتوهم فيهم النبوة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، ومن ادعى نبوة بعد محمد أو صدق من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله فهذا المتنبئ أو الذي يصدق ذلك المتنبئ كافر بإجماع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علمًا ومعرفة بهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.